يصف الخمر بأنها أم الخبائث. وأنا أقول أن الصهيونية هي أم الخبائث لأنها هي أسباب هالمشاكل هذه كلها في العالم. الشيوعية جت من الصهيونية، المبادئ الهدامة جت من الصهيونية، من الصهيونية. التفسخ الخلقي جاء من الصهيونية. الخروج على كل المبادئ وكل التقاليد وكل الأعراف وكل الآداب وكل الكرامة والشرف جاءت من الصهيونية. فإذا هي أم الخبائث وهي الأساس. والسبب في ذلك مثل ما ذكرت في الأول أنهم يحاولون على أنهم يسيطروا على العالم. هم لا يمكن يسيطروا بعددهم ولا قوتهم، ولكن يسيطروا على العالم بتفكيرهم بهذه المبادئ يبثوها بين أبناء الشعوب. فلما تصل إلى درجة من التحلل والتفسخ وعدم القدرة في ذلك الوقت يسيطروا عليه. وهذا هدف. وهم والله هم أصدقاء الأحد، هم أصدقاء الشيطان.